بعد مرور عام وشهر على اغتياله الغادر، نظمت عائلة الشهيد سعيد دنبر لقاء تواصلي عبرت من خلاله عن تمسكها بمتابعة الجاني وكشف ملابسات الجريمة. مراسلة في الموضوع من العيون المحتلة. في تاريخ 22 من ديسمبر وفي خطوة مسبقة، تختار أجهزة المخابرات شابا صحراويا في مقتبل العمر لظروف وأسباب تظل إلى حد الساعة مجهولة. هو سعيد دنبر البالغ من العمر 26 سنة، الذي تمر الآن 13 شهرا على مقتله متأثرا برصاص مسدس شرطي مغربي، كما أن جثمانه ما زال يركض بقسم من الأموات في مستشفى الحسن بالمجيء بالعيون المحتلة. ينشر ذلك بسبب رفض العائلة لدفن ابنها دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء جريمة النكراء، في حين ترفض سلطات الاحتلال إلى حد الساعة إجراء تحقيق عادل ونزيه يضمن ملابسات الجريمة. واستنكارا لذلك، تنظم العائلة اليوم مهرجانا خطابيا تعلن فيه تشبثها بموقفها المشرف إلى حين إحقاق الحق وإسقاط الباطل. كما أصدرت الجمعيات الحقوقية بيانات تضامنية، بالإضافة إلى ذلك أعربت الحركات الاحتجاجية بدءا من تنسيقية تكتيك مزيك مرورا بمجموعة ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وذوي الحقوق، وصولا إلى مجموعة كبيرة من فعاليات المقاومة التي ترفع تضامنها ومؤازرتها للعائلة تأييدا لموقفها المشجع وتكريما لناظرين مبالاتها طيلة 13 شهرا. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت العائلة بيانها 13 تستنكر فيه التماطل السلطوي بالتعامل مع ملكها المطلبي والمشروع. بالإضافة إلى ذلك، وجهت العائلة رسالة ثانية من خلال البيان مفادها أن الحق يعلى ولا يعلى عليها، والموقف الذي اتخذته العائلة منذ اغتيال ابنها البار سيظل إلى حين تحقيق مطالبها المصبرة.